فلذات أكبادنا تمشي على الأرض، فمن لهم إن لم نكن نحن لهم، فهم أبناؤنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم قصتنا إن شاء الله معكم قصة أصحاب الفيل. تذكرون قصة أصحاب الفيل ولا لا؟ من اللي يذكر شيء عنها يرفع يده. كان في فيل يرب يدم الكعبة. من اللي ساق الفيل هذا؟ أبو الحبشي. ما شاء الله فظيع أنت يا شيخ. خلاص تعال قد درس بدالي. إيش رأيك؟ زين؟ أحسن، بارك الله فيك. على كل، بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبرهة الحبشي بنى كنيسة في اليمن عظيمة اسمها القليس. شو اسمها؟ القليس. هذه بناها ليش؟ ها، أرسل إلى ملك الحبشة النجاشي يقول له: بنيت لك كنيسة في اليمن ولن أنتهي حتى أصرف حج العرب إليها. إذن إيش الهدف؟ إنه يصرف الناس عن الحج إلى مكة، يحجون إلى هذه الكنيسة. وطبعا هذا النجاشي غير النجاشي اللي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. زين، فسمع بعض العرب أن هذا ناوي هذه النية، طرح واحد من العرب وأحدث في الكنيسة. إيش أحدث؟ إيش معنى أحدث؟ يعني هدمها. لا. عيب. سواها بنفسه. لا، سواها في الكنيسة. عيب، أنا مؤدبة. سواها بنفسه. لا، سواها في الكنيسة. المهم، فأبرهة سأل من فعل ذلك؟ قالوا: فعله رجل. اضحك، خذ راحتك، اضحك. زين، فعله رجل من أهل من الذين يعظمون ذلك البيت، الكعبة. فحينئذ أبرهة أقسم وقال: خلاص لأغزونا الكعبة وأهدمنها. من اللي قال الكلام؟ أبرهة الحبشي. طيب، جيش جيشه وعد معاه، خذ معاه فيل. هذا الفيل اسمه محمود. شو اسمه؟ محمود. لا يكون في واحد منكم اسمه محمود هني؟ لا. زين، اسمه محمود، احفظوا الاسم هذا لأن بنرجع له. فقام أحد الزعماء اسمه ذو نفر. شو اسمه؟ نفر. وهيج الناس وجمع الأتباع وقال: خلاص بنحارب أبرهة، ليش يروح يهدم الكعبة؟ وفعلا حاربوه، أبرهة تغلب عليهم وطبق ذو نفر وقيده. فقال له ذو نفر: يا أيها الملك، لا تقتلني، عسى أني أنفعك أنا. قال: نزيل. خذ معه ومقيد ورحب لين وصل في الطريق إلى قبيلة خثعم. شو اسمه؟ خثعم. فقاومته وعليها رجل اسمه نفيل. لا تنسوا الأسماء. رجل اسمه إيش؟ نفيل. الأول إيش اسمه؟ أقول لا، شو اسمه الأول؟ ذو نفر. أحسن. هذا شو اسمه؟ نفيل. أحسن. فعقب أبرهة طبعا غلبهم كما تعلمون، وأخذ نفيل وقيده. فقال له نفيل: أرجوك أيها الملك، لا تقتلني، عسى أن أنفعك في الطريق وأنا أكون دليلك إلى مكة. قال: نزل. فواصل مسير لين وصل الطائف. أهل الطائف خافوه، قالوا: يا أيها الملك، البيت اللي تقصده مو هذا البيت، إحنا عندنا بيت نعظمه لكن مش هذا البيت، البيت اللي انت تقصده في الكعبه في مكه، نعطيك دليل يدلك على هذا، على مكه. اعطوه رجل يقال له ابو رغال. ابو رغال، لا تنسون الاسماء كما قلنا. ابو رغال هذا وصل معاهم لوصل لوادي المغمس، هناك الله اهلك ومات. الله اهلك هذا الدليل. شو اسمه قلنا؟ ابو رغال. ابو رغال. وصلوا الان إلى المغمس، هلك الدليل، واصل المسير لين شرفوا مكة. فجنود أبرهة الحبشي اصطادوا، يعني خذوا 200 بعير لعبد المطلب اللي هو جد من الرسول صلى الله عليه وسلم.
فعبد المطلب ايش سوى؟ راح حق أبرهة الحبشي تك 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 استأذن عليه، دخل أول ما شافه. طبعا عبد المطلب كان طويل وضخم وجميل ووسيم، فهابه وأجله، أجله أنه قاعد تحت. في نفس الوقت أيضا ما أحب الأهل الحبشي يشوفونهم قاعد على سريره معاه، فايش سوى؟ نزل على الأرض وقعد معاه. قال تفضل إيش حاجتك؟ قال والله حاجتي أنتم 200 بعير أصبتوهم لي، هاي أنا أملكها. فقال لترجمانه أنتم متفقين ولا لا؟ أنت اللي ترجم. قال لترجمانه واحد يترجم له بينه وبينه، قل له لما رأيتك أجللتك، ولما تكلمت سقطت من عيني، جئت تسأل عن 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك جئت لأهدمه؟ قال عبد المطلب أنا رب الإبل، وأما البيت فله رب سيمنعه. قال ما كان ليمتنع مني، جئت لأهدمه. قال أنت وذاك كيفك؟ فأمر أصحابه أن يردون 200 بعيرة، وراح عبد المطلب لمكة وقال لقريش خلاص تنعزوا إلى رؤوس الجبال، وراح إلى حلقة باب الكعبة وقام يستنصر الله، وراح هو بعد إلى رؤوس الجبال. الآن أبراهيم مستعد بجيشه، خلاص هيئ جيش للدخول مكة وهدم الكعبة. وراح لا اسمه شو راح نوفيل اللي قلنا اسمه قبل قليل، نوفيل راح إلى الفيل وخذ بإذنه، قال يا محمود، شو اسم الفيل قلنا؟ محمود. يا محمود أنت في بلد الله الحرام، ابرك. ودك سلف وشرد أيضا النفيل. الفيل إيش صار فيه؟ برك. أبراهيم الآن وربع مستعدين لدخول مكة، يقومون الفيل الدبابة هذه ما يقوم، ثم يضربونه، يضربونه على ظهره بالطبرزين ما يقوم، ينغزونه في عينه ما يقوم، في بطنه ما يقوم. لو نغزتك في بطنك شو بيصير؟ ما يقوم. أغرزك أنت في بطنك؟ لا. زين ما يقوم ولا يضحك؟ أكيد ما يضحك. زين لكن أنت تضحك شو شلون؟ جرب أنغزك. لا. زين ما يقوم، شو السالفة؟ وجهه نحو اليمن، قام ويركض إلى الشام، يركض إلى مكة يربض يبرك. استغربوا، بعدين جاءت لهم قاذفات من السماء. إيش هي؟ طير أبابيل. الله، كما قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. تسقط عليهم طير أبابيل، تسقط عليهم حجارة من سجيل. فقاموا يسقطون، قاموا في البداية ينادون نوفيل وينك وينك، تعال دلنا على اليمن نبي نرجع، النوفيل شارد خلاص. فقاموا يسقطون واحد واحد سبحان الله. أما أبراهة يسقط منه كل مرة قدر أملة. شوف هاي الأملة، شنو أملة؟ هاي أملة، هاي يسمونها أملة، قدر أملة، شوي شوي يتساقط منه لين وصل اليمن وانصدع صدره ومات، أهلكه الله سبحان الله. عبرة ها. شوف طبعا كنيسة القليس تدرون كم كان ارتفاعها؟ كم تتوقعون؟ 10 متر. لا حوالي 30 متر، لأنها بنيت على صنم اسمه كعب وامرأته. هذا الصنمين طولهم 60 ذراع، يعني 30 متر حوالي. فكان ارتفاعها ايش؟ هائل جدا وعظيمة فخمة، وفيها طبعا شو اسمه بعض الأحجار جابها من قصر بلقيس، سرقها من هناك وبنى هذه الكنيسة العظيمة، وتمت مع مرور الأيام. وكان أي واحد يأخذ منها شيء التي الجن تمس بسوء، لين جاء عهد الخليفة أبو عبد الله السفاح رحمه الله، وأرسل جماعة من أهل العلم والحزم ونقضوها حجرا حجرا. على كل جزاكم الله خير، ونشوفكم بكرة في درس آخر على خير إن شاء الله.